مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم. اليوم نحن في كلية الطب بقاعة الندوات الكبيرة، ويشرفنا في تاريخ 26/11 أن يعقد هذا المؤتمر الذي هو بعنوان قضايا التربية الخاصة في ضوء التغيرات المناخية تحت عنوان رؤى وتوقعات، وذلك برعاية رسمية من جمعية صوت الطفل لتنمية المجتمع. المؤتمر يحتوي على مجموعة أوراق بحثية تناقش المناخ وعلاقة المناخ بالأطفال والتربية لذوي الاحتياجات الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم فاروق أيوب استشاري نفسي وأسري متخصص تحليل الشخصيات. النهاردة من داخل قاعة مركز المؤتمرات كلية طب جامعة اسكندرية، بقابلكم النهاردة بقول لحضراتكم إن احنا تحت راية صالون صوت الطفل نتكلم في قضايا التربية الخاصة في ضوء التغيرات المناخية. النهارده يوم مميز جدا، وفي ابحاث اتقدمت، وفي لجنه تحكيم ناقشت التغيرات المناخيه بتاثيرها على التربيه الخاصه، بتاثيرها على الاطفال ذوي الاعاقه والاطفال ذوي الهمم. خلينا في حاجات كتيره جدا، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان التوصيات اللي طلعنا بها من المؤتمر تنفذ على ارض الواقع، من ضمنها مشاركه المنظمات والمؤسسات التعليميه والمؤسسات الحكوميه كلها في مواجهه التغيرات المناخيه اللي خاصه باجواء الطقس، او الخاصه بالفيضانات، او الخاصه بالكوارث. اتمنى التوصيات اللي قلناها النهارده كانت توصيات في غايه الاهميه تنفذ على ارض الواقع. شكرا حضرتك.